يلا بينا نعمل كيك النايتي في البيت ببيضة واحدة. عملت 8 قطع كيك. هقول الطريقة بتاعتي دلوقتي. معايا بيضة واحدة وعليها رشة فانيليا ونص كوباية سكر او 3/4 كوباية سكر، وابدأ اخلط فيها كويس. لما لونها يبدأ يفتح معايا هبدأ انزل بباقي المقادير بتاعتي. هنا لونها هفتح من الخفق اليدوي، ممكن اخفقها بالمضرب الكهربائي او زي ما انا بعمل كده، وابدأ انزل عليها بنص كوباية زيت واقلبها برضو، وبعدين هنزل عليها بنص كوباية لبن. انا كاتبة المقادير وهبدأ اقلب فيها. ودلوقتي هنزل بمعلقة كبيرة بيكنج باودر واتنين معلقة نشا كبيرة، وابدأ انخلهم واقلب. وبعدين هنزل بالدقيق بتاعي كوباية كوباية. انا معايا كوبايتين وعليهم رشة ملح. اول كوباية نزلت بيها ونخلتها وهقلبها، هي هتبقى تقيلة لاني لسه هضيف عليها مية. دلوقتي هنزل برضو بالكوباية التانية بتاعت الدقيق وهنخلها، وبعدين هبدأ أقلب فيها. أكون مجهزة عندي المية على النار، 3/4 كوباية مية سخنة تكون بتغلي. هنا هكمل نخل الدقيق وأقلب، تبقى تقيلة شوية. لما أنزل عليها بالمية السخنة أو المية المغلية حبة بحبة. دلوقتي هنزل بمعلقة خل، حلوة جدا بتخلي لون الكيك فاتح مش غامق، وبتعمل على هشاشة الكيك. دلوقتي هنزل بالمية السخنة، 3/4 كوباية مية سخنة، هنزل حبة بحبة وأقلب. مبنزلش بيها مرة واحدة، لأ بنزل حبة بحبة وأبدأ أقلب. أنا مجهزة ورا كده الصاجة بتاعتي اللي هحط فيها الكيك، وعليها دهنة زيت وورق زبدة، وبعدين دهنة زيت تانية. هنا خلاص قربت أخلص عجين الكيك بتاعتي، هبدأ أنزل بيها في القارب بتاعي وأبدأ أوزعها كويس جدا في كل مكان. أجيب الاسباتولا بتاعتي وأبدأ أوزعها كل مكان تبقى قد بعضه عشان تطلع العجينة مظبوطة معايا وتطلع الكيك مستوية. أوزعها كويس جدا. دلوقتي هبدأ أجهز معايا باقي الطريقة بتاعتي. هاخد من الكيك نفسه 4 معالق بالظبط من الكيك، ومعلقة كبيرة كاكاو خام، ومعلقتين أو 3 معالق لبن، وابدأ اخلط فيهم كويس جدا. ده اللي انا هعمل بيه شكل النايتي. اخلطها كويس وهبدأ دلوقتي احطها في كيس، وابدأ اعمل منها ثقب صغير. وابدأ دلوقتي انزل على الكيك بتاعتي بخطوط بالطول. في الاول هعرض الخطوط وبعدين هضيقها. هبدأ دلوقتي اوزعها زي ما انتم شايفين. لو وانا بعمل وقفت معايا زي ما بعمل كده، هبدا افضي الكيس من الحته الصغيره اللي قدام دي، وابدا ارجع تاني بالخطوط بتاعتي. هو ده الشكل بتاعي اللي هوصل بيه، بيطلع شكل حلو جدا وجميل. هكمل باقي الطريقه بتاعتي بنفس الطريقه بالظبط. هرجع تاني هنا اعمل خطوط اضيق شويه. هجيب دلوقتي عصايه الستيك وابدا اروح بيها كده خطوط لبره. لما اخلص الحركه دي هبدا ارجع تاني خطوط لجوه، اللي هو الاول هنا رايح وبعدين راجع. الحركه دي معروفه وهي بالظبط شكل النايتي بتاعنا. هبدا ادخلها الفرن كده. لما خرجت قطعتها 2 وحشيتها من نص نوتيلا، انت ممكن تحشيها مربى. وعملت معايا 8 قطع. جربوها وقولي رايكم. لايك وشير وكومنت حلو ليا. مع السلامه.